انا من مرض السرطان كنعاني وهنايا 5 شهور اخويا ما قاطعين علينا الدواء، والدواء مهم 5 سنين خاصو تشرب يوميا 5 سنين قاطعينو، اللي كنجي هنا حتى واحد ما كيعطيك ما كيقول لك ما كاينش وصافي. هذه المعاناه الاولى. الثانيه كيقول لك سير دير السكانيرات ولا دير التلفازه، كل شيء خاسر، السكانير خاسر، التلفازه خاسره، خاصك ديرها برا، برا 100000 ريال الفوق. واش في استطاعه هاد المراميد غيدير هاد الشيء؟ وكملوها ثاني دابا اللي عنده شي رونديفو كيقول لك سير للسيبي للزنقه ودير دير رونديفو. واش يعقل مرضى السرطان يمشي يدير رونديفو برا 9 شهور يعطيه واش هو غيبقى 9 شهور؟ كاين معاناه خويا بزاف، ما كاينش اللي كيهضر علينا، ما كاين حتى شي واحد. حنا كنطالبوا غير يوجدوا لينا غير الدواء، غير الدواء داك تاع 50، لان والله الا كاينين شي ناس ما كيشربوش، كاينين شي ناس ما وصلوش ليه مساكن ما كيشربوش، مع العلم ان خاصو يتشرب يوميا 5 سنين، ولي كيقاد الهرمونات، والسكانيرات ما كاينينش، التحاليل ما كاينينش، فين ما تجي ما كاينش، حتى واحد ما كيساندك في هذا الشيء. حنا كنطلبوا من السلطات وكنطلبوا من وزاره الصحه باش توقف معنا ودير وتوقف معنا في هاد الوقفه هذه وتساندنا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير العلاج يتم، الناس كتموت هنا والله الا كتموت يوميا، بغينا شكون اللي يساندنا في هذا الشيء. هذا الشيء اللي غادي نقول لك، والرانديفوات بعاد، والناس كتجي خارج كازا، الناس كتجي خارج كازا مساكن كيجي في ترونسبور جايين من 4 الصباح كيوصلوا هنايا باش كيبداو كيقولوا لهم راه ما كاينش الدواء، صافي باش هاد الناس غيرجعوا ثاني يضطروا يرجعوا، والله الا الناس راه يضطروا ما يبقاوش يشربوا كاع هذا الدواء، وهذا الشيء اللي كنطالبوا. اللي بغى يناهيكم يكون ومن وحده والتضامن، من وحده والتضامن. حنا كنطالبوا بالدواء ديالنا، ما كيعطوناش الدواء، الرانديفو كيعطونا بعيد، حتى يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش عادي يوصلنا هذا الرانديفو. اجيو تاخذوا الدواء ما كاينش، اجيو تاخذوا الرانديفو ما كاينش، اجيو نديروا السكانير مثلا حنا ما عندناش، كيقول لك سيروا تسناو، في الاخر ما كيدونا لا سكانير لا حتى شي حاجه، سيروا ديروا على برا بالفلوس، كون عندنا بالفلوس كاع ما نجيو حنا عندهم نتزاحموا معاهم، راه مشينا درنا كاع ما تسناو حنايا حتى يدوا لنا مايا، سير اجي اليوم اجي غدا هذا الرانديفو اليوم غدا سير على 6 شهور على 8 شهور عاد كيوصلنا حنا ذاك الرانديفو وموحال. والدواء دابا يعني دابا حاليا عندي الورقه ديال الدواء والله ما شريته، دابا نيت نوريها لك، والله ما عندي دابا نيت جبدها فاتحه هي، عندي الورقه ومازال ما خديتش الدواء. كي غنديروا حنايا السرطان خصها كيعيش، خاصهم يديروا لهم سميتو التسهيلات ديالهم ويعاونوهم ويساعدونا الله يجازيهم بخير، حنا بغينا غير يعاونونا مزيان، معامله مزيان، وهادشي اللي بغينا. انا كنعاني يا سيدي، عندي واحد البنيه مريضه وهي اللي عندي من بعد الله، ودابا حنايا حتى يعني بغات الحمد لله ولات بخير وفرحنا، قطعوا الدواء عاوتاني يا سيدي، عاوتاني رجع لي المرض من جديد، عاوتاني ولينا كنعاني معاناه، وعندها الماء ماشي خصهاش تقطع الدواء نهائيا حيت الماء كيولي لها عاوتاني الكرش، كنعاني وعاوتاني باش يحيدوا لها الماء، وملي كنجيو عاوتاني ما كنلقاوش الفرمليات اللي غادي يديروا لهم الدواء، الشيمي ما كاينش، ملي جابوا الشيمي ما كاين شيء وما فهموناش، قالوا لينا راه الشيمي ما غيكونش باش نمشيو حنا نشوفوا شنو غنديروا، نبيعوا حوايجنا ولا نديروا شي حاجه ونشيو لهم الدواء، قالوا حكا الدواء جديد غادي يجي، قلنا ماشي مشكل، ماشي مشكل. ودابا حنا كنطلبوا من جلالة الملك هو اللي غيدير لنا الحل هاد الناس، هاد الرساله هادي حنا كنطلبوا الله سبحانه، كنطلبوا جلالة الملك من بعد الله هو يوقف معنا، وقف مع هاد المرضى، وقف مع هاد الوالدين اللي كنعانيو حنا مع وليداتنا، وكنخافوا عليهم اللي كيقطعوا لهم الدواء كنقولوا غيموتوا الله يحفظ، وهذا وكنباتوا نبكيو، عاوتاني ملي رجع لي المرض بقيت كنبكيو، بقيت العائله كلها تعونات. ودابا حنا كنطلبوا من جلالة الملك هو يدير لنا الحل لهاد الناس، وحنا يعني الاطباء ما كنشكاوش منهم، الحق هو هذا داير مجهودهم، ولكن راه ما تاهما مساكن ما لقاوش لنا، كيلقاوش لنا الحل، كيزالي الدواء كيقول لك انا ما عندنا ما نديرو لكم. ودابا حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ويزيدوا الفرمليات، حيت راه ما كيلقاو يديروا لنا الشيمي، ما كيلقاوش اللي يديروا لهم الدواء، حنا تا الناس كيعانيو، مساكن اللي كيجيو من بلادات اخرى اللي ما عندهمش وقارة، ما عندهم فين يباتوا، ما عندهم فين يجيو، حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وجلالة الملك هو يدير الحل لهاد الناس، بالخصوص هاد المرض، هاد المرض خطير واخطر مرض هو هذا، اخطر من كوفيد، اخطر من كل شيء، وتنطلبوا لجلالة الملك هو يوقف مع هاد المرضى ويكون معانا، ويكون مع هاد الوالدين اللي كيعانيو تا هما، وحنا ما عندناش، مشينا للكلينيك قهرونا، مشينا لهنا حنا لقينا عاوتاني الدواء كنلقاو الدواء ما كاين شيء. ودابا حنا كنطلبوا من جلالة الملك وكنعاود نكررها ونقولها، التفاته لهاد السبيطار والتفاته ويديروا سبيطارات في بلاد اخرى، حيت هاد السبيطار بزاف عليهم الناس، هادو الاطباء كيعانيو بزاف المرضى عليهم، والفرمليات تا هما تيعياو كيمرضوا، جات كوفيد مرضوا الفرمليات، والمريض هو اللي كتجي فيه، والوالدين او الاولاد اللي كتجي فيهم.